آثار الديمقراطي والتهديدات اللي اتكلم عنها أستاذ سامح هي تهديدات جماعة الإخوان. البعض، وارجع هنا لمحاكمة دكتور مرسي، بيقول لك من الأفضل يعني إنه يتم تأجيل المحاكمة لغاية ما يتم الاستفتاء على الدستور وتستقر الأوضاع. هو سؤال مركب شوية، الدستور وموقف الأحزاب الإسلامية منه على رأسها حزب النور، وحضرتك شايف كمان محاكمة دكتور مرسي أو توقعاتك ليها إزاي؟ طب هو بس تعليق صغير على كلام الدكتور وحيد عبد المجيد، ان هو مجرد تنظيم ومخالفه للقانون، بس انا مع ان هم صح قبضوا عده الاف وتجاوزوا اللي هو مارسوا العنف او حرضوا على العنف، وبقيت افراد التنظيم موجودين في الخارج مفيش اي مشكله ممكن نتجاوز، بس اللي هيصر في الدوله الجايه دي ان هو يمارس اعمال تنظيميه واجتماعات مجلس شورى واجتماعات مناطق واجتماعات شعب واجتماعات كذا، لا لازم بقى الاجابه القسريه للتنظيم. يعني هم كانوا في تنظيم مخالف للقانون، وكان حسني مبارك سايبهم بهذا المنظر، مش هنقبل نرجع لمربع حسني مبارك تاني. ولا احزاب على اساس ديني بعد ما حصل من بعد لسه الدستور هيطلع، بس طبعا المفروض لا احزاب يعني على اساس ديني. امبارح حزب النور رفض مساله حظر الاحزاب على اساس ديني. ما اصلا قصدي يخلوا المرجعيه محلها القلب، احنا بنتكلم في سياسه تعليم وصحه واسكان، الموضوع يعني قصدي تدخل الدين مع الموضوع ده تدخل المجمل مش المفصل. طبق العداله حتى يكون لا يكون دوله بين الاغنياء منكم اللي هو المال، انما تطبيقه ما فيش تفاصيل، اتكلم على التفاصيل، خلي انت مرجعيتك دي اكنها نيه. يعني زي اتنين سياسيين، واحد داخل بنيه مثلا يعني ممكن يكون ملحد مش قضيتنا، واحد تاني بقى ان هو في سبيل الله ماشي، ما تحطهاش في احنا دلوقتي بتحط ده تعليم صحه اسكان، خليك برامج تفصيليه، لان هو الاسلام ما دخلش في التفاصيل، اتكلم عن اطار العداله العام، اطار ازاي المال يكون المفروض مقسم بشكل عادل، ما يكونش مكدس تكديس الذهب والفضه، ما يكونش فيه فوارق طبقيه، كلمه عامه تطبيقها ازاي؟ ممكن معلش يعني ممكن الملحد يحط نظام افضل من اللي حطه الشيخ برهان، فما تحطليش الدين في الموضوع، انت خلي الدين ده في الايه، في الخلفيه بتاعتك نيتك. يعني زي ما بيقولوا كده في الصلاه النيه محلها القلب، خلي المرجعيه محلها القلب، انما انت قدم لي برنامج سياسي لان انت اللي مرجعيتك محلها القلب، ممكن تحط برنامج كويس، بس هل مرجعيتك دي اللي هتكون محلها القلب في الحاله دي ممكن مش موجوده بقى في الورق؟ انا خايف مش موجوده في الورق، لكن الممارسات على الارض بقى، ما هو يعني الممارسات على الارض هتبقى الممارسات على الارض يحكمها القانون. يحكمها القانون، في قانون ينظم الممارسات. الفكره الاساسيه ما تدعيش قدام المواطن سواء في مراقبه على الانتخابات وعلى الدعايه، ما تدعيش ان اللي انت بتقدمه ده الاسلام، ده انت كده بتظلم الاسلام وبتظلم نفسك. هو ده بقى في تعريف الحزب على اساس ديني يعني. يعني لا ممكن ما يكون الورق اللي مكتوب كبرنامج ما فيهوش على اساس ديني، اللي هي مرجعيه محلها القلب، انما طول ما انت بتتكلم في خطب على المنابر او بتروح مؤتمرات انتخابيه بتتكلم ان احنا جايين نطبق الاسلام، يبقى انت كده بتخالف على طول. ما هو لازم في الدعايه الانتخابيه، بس انا عايز ارجع برضه لنقطه ثانيه مهمه. اتفضل. اللي هم الاخوان تحولوا في المرحله اللاحقه، ودي عامله هتعمل رصيد شعوري مقلق، لانهم عاملين حاله هولوكوستيه. يعني انا بتناقش مع واحد اخواني يقول لي اعترف بالمحرقه الاول وبعد كده نتكلم، قصده المحرقه بتاعت رابعه، وعاملين حاله ربعويه وبعدين يعني كربلائيه. تحولوا من شعار نحمل الخير لمصر لنكره الخير لمصر، لان وانا بتكلم معاهم بيبقى فرحان النور اتقطع، لما يلاقي مؤشرات اقتصاديه سلبيه يبقى سعيد جدا، يا ابني ما احنا اللي هنضر كلنا، ما انت معانا في البلد. يعني عامله زي المثل المصري، واحد حب يزعل مراته وضر نفسه، يعني بينتقم من واحدة، يعني النكتة الشهيرة يعني إن واحدة وحشة شوية فواقفة قدام المراية الصبح فبتقول له تستاهل، يعني بصت عليها شكلها فبتقول له تستاهل، قصدها عشان متضايقة من جوزها يعني، طب أنت شكلك. فأنا قصدي فكرة إيه؟ إن هو وصل لمرحلة إن نكره الخير لمصر، لما يلاقي مؤشرات اقتصادية سلبية بيبقى فرحان جدا، لما يلاقي البطاطس ارتفعت والطماطم سعيد، يا ابني سعيد إيه؟ نيجي يعني مثلا نقول له حد يا ابني هيطبق، يقول لك لا إن شاء الله مش هيطبق، لا طب ما انت موظف زينا وانت نفس الموضوع. وصلوا لمرحله نكره الخير لمصر، ويعني احد الزملاء وصلوا لحاله من مشاعر الغضب والكراهيه، حتى بيكره البلد نفسها، ودي لازم تتعالج بشكل اعلامي. موضوع الامني مش هيكفي، مش كفايه موضوع اعلامي، يعني احد الزملاء ولا الاعلامي كفايه، ولا فكري واعلامي وسياسي وكل حاجه، صحفي وسياسي. بيقول لك ايه بقى احد الزملاء زميله، يعني فهي جده، هي متعاطفه نسبيا مع الاخوان، بنتها اخوان، فالولد الحفيد في كي جي 1، فبقى السيسي خاين السيسي خاين وبتاع، وبيغني في البيت تتشلي الايادي وحاجات زي كده. فراح المدرسه اول يوم من المدرسه فكي جي 1، فالمدرسه تعرف عليهم بقى وشغل تحبوا عايز تشتغل ايه او عايز تطلع ايه، يعني هدفك تطلع ايه. الواد اتحطم، لا كل الفصل عايز يطلع ظابط، ليه يا ابني زي السيسي؟ عايز يطلع ايه يا ابني ظابط زي السيسي؟ كل الفصل او ثلاث ارباع الفصل
لقى حد طبيب ولا مهندس وبتاع، فالواد حصل له تشوه نفسي، راجع البيت يقول له انا عايز افهم دلوقتي سيسي حلو ولا وحش. فالموضوع تحول الى هذه الحاله، هو كده حاسس ان هو مختلف او ممكن يبقى منهوز بعد كده. تمام، مختلف عن المجتمع، وزيكم بيتجمعوا مع بعض ليه؟ عشان يحسوا ان المشاعر واحده، لان هم لما بينفرطوا في المجتمع، ولذلك ده احد اهداف المظاهرات، يتنوا يجمع الناس اللي نفس الحاله، لان لما بينفرط ويروح ده في فصله او ده في وظيفته بيحس انه مختلف، فلازم يجمعهم تاني عشان حزب التنظيم ما يتفكش. زي ما الدكتور وحيد عبد المجيد قال النقطه المهمه تعبئه، ان لازم نواجه الشعارات بشعارات، الموضوع مش هيعدي كده، يعني قصدي شعار رابعه لازم نواجه بشعار مضاد، يعني انا ما اعرفش لغه الخرص مصر اسمها ايه، بس انا قصدي يتعمل شعار يمثل مصر، مثلا سينا كده والدلتا كده يتعمل شعار، يعني قصدي الفنون بتوع بخاطب الناس اللي هم بتوع الفنون التشكيليه يشتغلوا النهارده على شعار بالوان معبره بكذا يعبر عن مصر، بحيث يبقى المضاد لرابعه انت رابعه وانا مصر، تجزئته، انت بتحاول تحصره، انت الجزء، انت بتتكلم عن جزء، احنا بنتكلم عن مصر كلها، فبتخلي الشعار محتقر، انت ربعاوي لا انا مصري، يبقى انت هيبقى السؤال في المكان العمل في الوظيفه، انت ربعاوي ولا مصري؟ احنا مصر كلها، انت البعض والجزء وانت المنعزل. لازم محاصره الشعار بشعار، ويبدا يشتغلوا برضو بتوع الجرافيكس عليه في الشوارع، لان هم التانيين شغالين جرافيكس مالين البلد كلها، فلازم تواجه الحركة دي بحركة إعلامية وحركة فنية، لأن أظن اللي هم بيعملوه ده قايم عليه مراكز دعاية غربية متخصصة في اختيار الألوان واختيار الأشكال، وبدأ يعملوا بره مراكز فقيرة جدا، لأن اختيار الألوان والده حاجة صعبة. أنا قصدي احنا عندنا، لا بس قصدي لما يعملوا مطاعم في لندن عليها اسمها رابعة، ويعملوا مش عارف مطاعم في فرنسا ايه، ويعملوا مش عارف شركات هنا ايه، بس هم مش مهتمين ان هم يعملوا العلامة دي لينا احنا، ده دي علشان بره. تمام، ان احنا موجودين ما نستهنش بيها، ولازم تواجه، لازم تواجه. انا مش محتاج ان انا باين هويتي او انتمائي، انتوا اللي قلة عني، بس انا قصدي تواجه بشعار يعبر عن مصر، يبقى انت اذا انت ربعاوي فانا مصري. تمام، طيب وضحت النقطة دي، ردي بقى على سؤال يا استاذ. طبعا بالنسبة للمحاكمة والرئيس مرسي، هم طبعا عندهم مشكلة جامدة جدا ان هو مش عايز يمارس أي ممارسة تعترف بالواقع. ولذلك هو مش راضي يوكل محامي، لأن هو لو وكل محامي يبقى هو اعترف انه متهم. واعترف ان هو ما بقاش رئيس. وان في ثورة قامت. ولذلك يقول لك انا لأن هو بيتكلم انا هترافع، يعني يقول لك مثلا سيب احنا هنترافع عن الشرعية، انما احنا هو مش عايز يعترف ان مرسي بقى متهم وان هو ما بقاش رئيس. يعني مثلا هي المحكمه هتوكل محامي للدفاع عنه، ماشي، بس هو دلوقتي ما وكلش محامي من هذا المنطلق. يعني لو وكل محامي يبقى هو اعترف بالواقع. هم كل مشكلتهم ان هو خايف ان الواقع بيتحرك، يعني قطر الواقع عمال يتحرك وهو عمال يحاول يعرقله، يحاول يحط له حاجه خشبه، يحط له بتاع، انما القطر الواقع ماشي، الدستور 1 يناير بعد كده. في خوف على حياه الدكتور مرسي؟ لا اشك الجيش، موضوع تاجيل المحاكمه اظن ان ده يعني الجيش اختبار للجيش، واظن ان هو مش هيحاول ياجل الاختبار ولا بعد الاستفتاء على الدستور والدنيا تستقر. لازم هينفذ المحاكمه. ليه؟ لانها رسائل للخارج ان احنا قادرين على عمل المحاكمه بهذا الشكل. مش خايفين من الشارع، مش خايفين من التنظيمات، من يعني وهنعمل محاكمه وهنسيطر عليها، وهتدي رساله بقى للسياحه ورساله للعالم بلد مستقره. انت قدرت تحاكم الرئيس المعزول وسط القاهره، ايا كان بقى في كليه ما اعرفش ايه، في كليه شرطه في هناك يمين شمال، المهم تمت محاكمته داخل مصر، والمفروض ان هو هيتحرك بعد كده ما اعرفش للسجن ولا ايه، بحيث يبقى اثبات السيطره واثبات ان الواقع بقى موجود على الارض، والقدره على المحاكمه والقدره على السيطره على الشارع، كل دي امور مهمه. بس انا برضو الشرطه ليها عليها عتاب، الامن الاجتماعي رايح في داهيه، يعني انا مش عارف ليه هم، يعني لازم يقدروا يسيطروا على الامن السياسي والامن الاجتماعي في نفس الوقت، يعني احنا في 6 اكتوبر الامن العام، الامن الاجتماعي بتاع الافراد مش المنشآت، اصل المنشآت على فكره ده جزء من الامن السياسي. انما الامن الاجتماعي الواحد اللي رايح النادي رايح هو مش دفاع عنهم، بس يعني الحمل فعلا الامن العام شغال في يعني قصدي ورث في جامعه مات عندنا في اكتوبر او امبارح متثبت. لا وده كتير بيحصل على فكره، انا قصدي ده كتير بيحصل، وابني اتثبت مش عارف من 3 ايام. احمد حسين ده طالب في هندسه لانه رياضي شويه فما رضاش يتثبت، ضربوه خرطوش مات في يوم الثلاث اللي فات. وبعدين النجده بتاعت 6 اكتوبر دي فيها 300 عربيه نجده، يعني قصدي يعني هم 12 حي و3 خارجيين، 15 عربيه اتاري يلفوا بس انتهينا حملوا امن اجتماعي، مش عندهمش اعداد يقولوا لازم يطلبوا رئيس الوزراء يوفر لهم دعم يوفر لهم بتاع، لان الامن الاجتماعي حاجه اوليه اهم من الاكل والشرب، ما ينفعش الامن الاجتماعي يتساب بهذا الشكل. بالظبط. طيب